السلام عليكم. وعليكم السلام. When did you arrive? I arrived last night. It was early in the morning, 1:30 something. Salam alaikum. ذكرت التبادل التجاري في عام 2015، وكما ذكرت مع الوزير أنه صار اتفاق لعقد اجتماعات خاصة لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين. نعتقد أن هناك مجال كبير لزيادة حجم التبادل التجاري، ولكن أيضا زيادة فرص الاستثمار في البلدين الشقيقين، وأيضا لتنسيق العمل في مواجهة التحديات الأخرى التي تعاني في دول منطقتنا، إن كان في العراق، إن كان في سوريا، إن كان في اليمن، إن كان في ليبيا. وهذه الحوارات والاتصالات والمشاورات في غاية الأهمية.